أخبار اليوم. بالنسبة هنا برضو الأرض بتاعتنا اللي قديمنا من جديد الجديد قاعدين فيها كل شوية، ده أرض أملاك دولة. طب ماشي، الأرض ديت أملاك دولة ومن الجديد الجديد قاعدين فيها من ولد الولد، خلاص نروح نستصلح في الأرض الزراعية ولا نعمل إيه؟ يعني ولا صحة ولا تعليم ولا حاجة، مدرسة واحدة بيزل الناس عشان خاطر شكار السرخ يروح من بلد لبلد عشان خاطر يعمل دكتور. مفيش كذا حالة عقبال لما توصل مركز بني مزار في المستشفى العام بيحصل لها حالة تسمم ولا كده ولادة، وكذا حالة وانا مسؤول عن ذلك، وانا سواق وبيركبوا معايا كذا حالة تسمم ماتوا بسبب ايه؟ عشان دكتور. مش معنى في البلاد التانية اللي في جارها رطبة ولا في جارها كده، يعني عشان البلد هنا غلابة. انا بثق في ربنا سبحانه وتعالى ان صوته يوصل للسادة المسؤولين، لان البلد معدومة من كل حاجة، اغسونا ولا تعليم ولا معهد ديني، معانا اولادنا عاوزين ندخلهم معهد ديني ممنوع، عشان مش هنقدر نصرف، لو صرفنا عليه مش هنصرف على المواصلات. ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي السادة المسؤولين، لان السادة المسؤولين لو يطل بعين الرحمة للناس اللي هنا هيعرف طرق زبالة، هو طريق واحد بس اللي موجود من هنا عشان الطريق الصحراوي ماسك من بني صامت للطريق الصحراوي، طرق هنا ولا عربية بتنفع تمشي، اخر الواحد عشان يجي من المشوار واحدة معاه واحدة وضعة او واحدة والدة او كده تمام بيجي يروح ينزلها على اسفلت ويشيلوها عشان خاطر الطريق ما ينفعش العربيات بتمشي فيه، مؤثر المية من جوا بعد سواء واحنا بنفتح تمام ويجي ياخدوا عينة، وانا مسؤول على كل كلمة بقولها، بيفتحوا تلاقي المغزى ممكن بعد سواعي عرس بصدى، انا عن نفسي اراوسب اساسا مش عارف جاي منين، مواسير حديد فوق الارض في الصيف اساسا عشان نحب نشرب المياه ديت ما بنشربها المياه، والله العظيم تاني انا ما بقدر استحمى بيها الا لما اشوف شويه مياه بردين عشان خاطر ابرده، ده ما رضيش ربنا خالص، خط مياه هنا عشان خاطر نعمله دفعونا من جيبنا عشان خاطر نعمله. رئيس المجلس، رحت رئيس المجلس هنا قال خلاص انا عندي المواسير وعندي كل حاجه، ابحثوا الخط واحنا ندخل لكم، عشان المواسير طبعا الحديد كتر خيرها دابت من كتر الشمس، الناس فضلت تشرب في الصيدله لما عدمت شربت الصيدله فيها كله، ده ما يرضيش ربنا، بحثنا الخط وجبنا على حسابنا وفي الاخر جاب لنا عشان خاطر يركبه، ده ما يرضيش ربنا. هم المسؤولين فين؟ هنا ناس تمغز عليات، الناس هنا معوقة اكتر من 50-60-70 حالة معوقة هنا، كل شغل الشباب اللي هنا محاجر، يبقى في الحالة دول المحاجر دول وقت خلاها اسبوع وسبعين راحة. طب انا اسأل سؤال، هل اللي يسرق يحاسبوه ولا يموت من الجوع؟